السلام عليكم. هذه قصة جديدة من أروع القصص للكاتب تشارلز ديكنز بقلم محمد عطية الإبراشي. سأترك الرابط لهذه القصة في الوصف للفيديو. الآن هذه القصة عن شخصية من قصة طويلة لتشارلز ديكنز، إحدى الشخصيات في قصة بليك هاوس. هنا الكاتب محمد عطية الإبراشي سماه كناس هولبورن. هذه القصة الثانية، كناس هولبورن. جو شاب في الثلاثين من عمره، مديد القامة، هزيل البدن، طويل العنق، دميم الخلقة، ضيق الجبهة. ضاقت سبل الارتزاق في وجهه، فلم يجد حرفة يكتسب منها قوته غير الكنس في حي هولبورن بلندن. كان يخرج من منزله مبكرا، وقد حمل على كتفه مكنسة ومكتلة ومرا يزيل به الثلوج والأوحال المتراكمة على سطح الأرض. كان لا ينفك يعمل صيفا وشتاء، لا يثنيه عن ذلك شدة القر ولا انهمار المطر ولا تساقط الصقيع. حياة مرة قاسية تلك التي كان يحياها جو، فهو على الدوام رديء البزة، قذر الملابس، خاوي البطن، يسمع مر الشتائم من الناس جميعا على السواء. إن قدم له بعض الأغنياء شيئا من فضلات موائدهم التهمه في شراهة ونهم، شاكرا لهم فضلهم وإحسانهم من غير أن يعرف أن ذلك أقل ما يجب عليهم نحوه. لقد ألفت نفسه الضعة، واعتادت عدم الاكتراث لما يناله من ذل وتحقير. نشأ فقيرا معدما، لا يعرف له أبا ولا أما، هو ابن السبيل. نشأ فيه وتربى بين شوارعه وحاراته، وجد الناس ينادونه باسم جو، وهو لا يعرف اسم ذلك الوالد الذي أرسله ليشقى في هذه الحياة، ولا اسم الأسرة التي ينتمي إليها. لم يذهب إلى المدرسة، ولم يتعلم القراءة والكتابة، ولم يستطع تهجية اسمه، ولكنه كان يعرف شيئا واحدا، هو الصدق فضيلة والكذب رذيلة، ولذا كان يقول الحق دائما ويتمسك بالحق ولا يعرف إلا الحق. وكان مع هذا يعرف شيئا آخر، هو الجوع، فقد جاع كثيرا وقاس آلام الجوع وعرف معنى الجوع وأعراضه ودواءه. كان جو يسكن في حي تام أول ألونز، وهي ناحية قذرة تتراكم فيها الفضلات التي تنبعث منها الروائح الكريهة، وشوارعها ضيقة متعرجة يكثر فيها الطين والوحل، منازلها قديمة متداعية، لا منفذ فيها لضياء ولا مسرى لهواء. قد يبلغ عدد سكان الحجرة الواحدة 10، ينامون جنبا إلى جنب بأجر تافه يدفعونه آخر كل أسبوع. وكان لا يسكن في ذلك الحي إلا أفقر الطبقات من فقراء لندن. تغطي أجسامهم أسمال تصف الشقاء، ملابسهم لا تقيهم نافح البرد ولا وابل المطر. لم يكن جو مجهولا لدى سكان ذلك الحي،
فما من رجل أو سيدة أو طفل يستطيع أن يقول إن جو لم يقدم لي خدمة، أو إنه لم يقم لي بعمل من الأعمال. وقد اعتاد أهل ذلك الحي أن يلقبوا كل ساكن فيه بلقب ينادى به، ولا يمت إلى اسمه بصلة. فإذا سألت عن جو مثلا، قيل لك: أتقصد كاروت أم الكولونيل أم الجالوز أم؟ في إحدى الليالي القارسة البرد، وقف جو في الشارع تحت أحد المصابيح، وقد اتكأ على المر ووضع المكتل تحت قدميه ليقيه البرد، وأسند المكنسة إلى الجدار، وأخذ يفكر في من يقصده من سكان الحي مستجديا. وبين هو كذلك إذ رأى شخصا يدنو منه ويتفرس في وجهه، ثم يقول له: ما لي أراك زائغ البصر، فيما تفكر؟ إخال أنك محموم أو جائع، مضت عليك أيام بل أسابيع لم تتناول ما تمسك به رمقك. دونك تلك القطعة الفضية، أسرع إلى أقرب مطعم. ولكن قبل أن تنطلق، عرفني من أنت، هل لك صديق في هذه الحياة؟ فقال وقد فغر فاه دهشا: إنني جو، ليس لي صديق. أيمكن أن يجد فقير معدم مثلي صديقا؟ ألا تتخذ مني صديقا؟ إنني مثلك وحيد لا صديق لي. تصافح الرجلان ومضى هذا ليشبع جوعته، وانطلق ذاك إلى كوخه الذي يعيش فيه مزهوا مسرورا. إنه قد وجد الصديق. لم يكن هذا الرجل أحسن حالا من جو، فقد كان ممزق الثياب أشعث أغبر، يعيش مما يكسبه من صنع بعض اللعب الساذجة التي يبيعها لأبناء الفقراء بأتفه الأثمان. وقد يمر عليه اليوم إثر اليوم، وهو يعرض سلعته على الأطفال ولا يجد بينهم من يحمل في جيبه درهما يشتري به إحدى اللعب. كانا يلتقيان كل يوم فيتحدثان طويلة، ويقص كل منهما على صاحبه ما لاقاه في يومه، حتى إذا ما حان وقت النوم انصرفا بعد أن يدس ذلك الرجل في يد جو قطعة أو قطعتين من البرنز إن كان معه نقود، وإلا اعتذر له عن عدمه بقوله: إننا اليوم في الفقر سواء يا جو. ثم يمضي وهو دامع العين. لقد شاءت الأقدار أن تفرق بين الصديقين اللذين تعارفا على غير موعد، فقد ضم أحدهما القبر من غير أن يسير إلى جواره غير صديق، وبقي جو ليندب حظه العاثر وليبكي بدمعه المنهمر ذلك الصديق المحسن. كان جو يعمل قبيل الغروب، فجاءه شرطي وأمره بأن يتبعه إلى دار الشرط. ولما مثل بين يدي الموظف المختص، سأله عما يعرف عن الميت، فقص عليه ودموعه تنهمر غزيرة من مآقيه كل ما عرفه عنه من نبل وشهامة وفضل، وذكر له كل ما سمعه منه خاصا بأهله ونشأته. ولما انصرف من تلك الدار، وجد في جيبه شلنين، فوقع في حيرة من أمره، وأخذ يسائل نفسه: أن لك ذلك المبلغ الكبير؟ وكيف وصل إلى جيبك؟ ولم يدر أن محسنا كان يرى بكاءه ويستمع لحديثه، فأخذته الشفقة عليه فأسقط ذلك المبلغ في جيبه وهو خارج من دار الشرط.
لقد كان جو وفيا لصديقه بعد مماته، كما كان مخلصا له في حياته. ففي كل يوم يذهب إلى قبره فيكنس ما حوله ويبلل التراب بدمعه الغزير، ويناجيه بألوان من الذكرى المؤثرة في عبارات عميقة، ويدعو الله أن يسكنه فسيح جنانه. ثم ينطلق إلى عمله وهو يرتقب اليوم الذي يجتمع فيه بصديقه في تلك الدار التي لا يعرف فيها المرء ذلا ولا هوانا. بعد بضعة أيام من موت ذلك الصديق، قصدت سيدة تلبس السواد جو، ورجته أن يدلها على المقبرة التي دفن فيها صديقه، ثم قدمت له قطعة مستديرة صفراء ذات بريق أخاذ، فردها إليها لأنه لم يشأ أن يأخذ أجرا على عمل يحسبه من واجب الوفاء لصديقه، ولكنها أبت أن تستردها، ورجته أن يستعين بها على الجوع والفقر. سار جو أمام السيدة مشغول الفكر بتلك القطعة الصفراء التي منحها. لقد حسبها أول الأمر قطعة نحاسية، ولكنه وجد أنها لا تمت إلى النحاس بصلة. ألا يمكن أن تكون الجنيه الذهب الذي تمتلئ بأمثاله جيوب السادة الأغنياء؟ بلى، إنه جنيه من الذهب. ثم سارا حتى وصلا إلى المقبرة، وهناك جثت السيدة أمام القبر وأخذت تصلي وتدعو، بينما كانت دموعها تتساقط غزيرة من مآقيها. إنها سيدة يبدو عليها الوقار، تزين أصابعها بخواتم رصعت بالأحجار النفيسة. إنها تبكي ذلك الفقير الذي طواه الردى في تلك الحفرة. ولم تبكيه؟ أتراها كانت تحبه؟ إن صح ذلك، فلماذا لم تقدم له في حياته يد المساعدة؟ ولم تنقذه من تلك الحياة اللاغبة التي كان يحياها في خصاصة وإقلال. لا، إن عاطفة أرقى وأنبل من عاطفة الشفقة هي التي تسقط دموعها. من يدري، لعلها صديقة أو قريبة فرقت بينها وبينه عوادي الزمن وحوادث الأيام. عاد جو إلى مأواه في تام أول ألونز، ثم بدا له أن يتحقق صدق ما أخبرته به السيدة عن القطعة التي أعطتها إياه، فذهب إلى أقرب متجر من منزله وطلب من صاحبه أن يبيعه أقة من اللحم، ولما طلب منه الثمن قدم له الجنيه. فنظر إلى جو في ريبة ثم قال له: أأقة لحم وجنيها ذهبية؟ من أي مخلوق سرقت هذا؟ إنني أعرفك لا تملك من متاع الدنيا غير تلك الأسمال البالية التي لا تكاد تستر جسمك. أجب وإلا أبلغت أمرك للشرطي، إنه قريب منا. عبثا حاول جو أن يفهم التاجر أن الجنيه وصل إليه من غرض شريف، وأن سيدة محسنة منحته إياه، ولكن هذا القول كان يزيد الرجل إيمانا بأن جو لص سارق، وقد وجد الفرصة سانحة لاستغلال فقر جو وسذاجته لمصلحته. فلم يدع جو يغادر متجره إلا بعد أن تنازل له عن 8 شلنات منه. عاد جو إلى مسكنه فتعقبه لص، استطاع بمهارته وحذقه أن يسلب منه باقي الجنيه من غير أن يشعر،
وهكذا عاد جو فقيرا معدما كما كان قبل أن تلاقيه تلك السيدة المحسنة. ما أمر الحياة حينما يجتمع الفقر وفقد الصديق. لقد صارت أيام جو بؤسا لا حد له، وشقاء لا نهاية له. كان الشرط يطاردونه أنى ذهب لقذارته ورثاثة ثيابه، وكانوا يأمرونه ألا يقف وإن كان ذلك للاستراحة من عناء العمل. وكان كلما ذهب إلى شارعه ليكنسه طرده منه الشرطي المكلف حراسته، ولكنه يريد أن يكنس ليأكل، إنه جائع. كان يتحمل كل أذى ويصبر على كل شر حتى لا يموت جوعا. وذات يوم تضايق منه الشرطي فساقه إلى دار الشرط متهما إياه بوقوفه في عرض الطريق من غير عمل. وكلما أمره بالسير أظهر الطاعة، حتى إذا ما انصرف عاد إلى الوقوف واستجداء المار. حقق السيد سناكس باي الضابط في تلك الشكوى، وكان يعلم من أمر جو الشيء الكثير، فلم يأخذ بكلام الشرطي، بل قابل قوله باحتقار وازدراء، فهو يعلم منه الكذب والتدليس والوشاية. ثم قال له في تهكم مر: لا تخف من جو، فإنه لن يلحق بك أذى، إنه رجل مسالم لا ضرر منه على أحد كائنا من كان. ثم أمره بأن يمضي إلى عمله، وقال لجو: انتظرني في الخارج لأنني في حاجة إليك. فصدع بالأمر. ولما صارا خارج حجرة الضابط قال الشرطي لجو: أيها الشرير، حذاري أن تأتي إلى حي هولبورن ثانية، إنني لو رأيتك فيه إذن لأصابك مني ما لا قبل لك باحتماله. ثم صار قليلا والتفت إليه وقال: لك مطلق الحرية في أن تذكر للضابط ذلك الوعيد الذي توعدتك به، ولكن تذكر ما سيصيبك إن أنت أقدمت على هذا. كان الضابط قد دعا أصدقاءه لتناول الشاي عنده في مساء ذلك اليوم، فخطر بباله وهو يحقق مسألة جو أن يأخذه معه عند عودته إلى المنزل ليقدم له ما يزيد على حاجة ضيوفه من فطائر وحلوى، وقد أنفذ ذلك الخاطر. ولأول مرة أكل جو حتى امتلأت معدته من أطايب الأطعمة التي كان يراها ولا يعرف إن كانت تؤكل أم توضع للزينة. لقد أحس جو فوارق المجتمع المرة القاسية في ذلك اليوم، فهذا موظف صغير يقدم لأصدقائه الأربعة فطائر وحلوى بما يكفي إطعامه أربعة أشهر. يا بؤس الرجل الفقير حينما يدرك أنه لا يجد الخبز الذي يدفع به المسغبة عن نفسه، بينما يدرك أن سواه تتزاحم أطايب الأطعمة على مائدته فيتخم من غير أن يتناول شيئا، لأنه لا يدري ماذا يأكل وماذا يبقي. أظلمت الدنيا في عيني جو، وضاقت سبل الارتزاق في وجهه، وصار ينتقل بين أحياء لندن فزعا مهموما يبحث عن عمل، ولكنه لا يدري ماذا يعمل، فهو لم يتعلم صناعة تدر عليه أخلافا من الرزق، ولم يوهب تفكيرا سليما يكفل له الوصول إلى ما يريد. لقد بات طريدا مشردا تلح عليه بطنه بالعمل، ويأمره الشرط بالسير، وينصح له كل من يستجديه بالعمل.
وأخيرا تنوء قدماه بحمله فيسقط على الأرض من جوع ومن إعياء بالقرب من الكوخ القذر الذي يقضي فيه ليلة. فيراه بعض الصبية من أبناء ذلك الحي، فيجتمعون حوله ويبصرونه وهو مصفر الوجه، متصلب الأطراف عديم الحركة، فيفزعون منه، ويهربون إلى آبائهم وأمهاتهم ليخبروهم بما لحق جون. فيتساءل بعضهم، ويتضاحك الآخرون، بيد أن شابا أخذته الشفقة على جو حينما سمع بما حدث له، فانطلق إليه وجس نبضه فأدرك أنه ما زال حيا، فاحتمله بين يديه وانطلق به إلى كوخه، ثم مضى إلى منزله وعاد إليه بقدح من الشاي الممزوج بقليل من اللبن، ثم أخذ يسقيه ذلك الشراب الدافئ. وبعد أن استعاد جو بعض قوته، انصرف الشاب من غير أن ينتظر كلمة يشكره بها جو على ما قدم من فضل، لأنه يدرك أن هذا من أهم واجباته. عاد الأمل في الحياة إلى جو بعد أن وجد إلى جواره ما يساوي 3 دراهم. تركها ذلك الشاب عمدا عند انصرافه. ولكن هل تنفع الدراهم 3 رجلا لا عمل له وليس له مورد رزق يدر عليه مالا يعيش من ورائه؟ لقد انحدر في اليوم الثاني الدرهم 3 إلى جيب بائع الخبز، وطفق جو يعدو في الشوارع هائما على وجهه، يمتد بصره الحائر إلى الطريق كأنما يبحث عن شيء فقد منه. وعهد الجميع به أنه لا يملك شيئا تمتد إليه يد سارق فيتعقبه ويبحث عنه، فويل للفقير حين يقسو به الإنسان. إن جو في الحق يبحث عن عقله الذي ضيعه الفقر وألم الجوع واجتماع الهموم وسوء الحظ. عرف جو من قبل عجوزا فقيرة، فكان يقوم لها بقضاء ما تحتاج إليه نظير أجر تافه هو بعض لقيمات مما تعافه نفسها، وكان يدرك أن تلك المرأة أحسن منه حالا، فإن هناك سيدة محسنة تزورها الفينة بعد الفينة فتترك لها بعض المال لتستعين به على الحياة. وبينما كان سائرا في طريقه يعدو، إذ أبصر تلك العجوز تسير على 3 محدودبة الظهر، فما أن رأته على حاله هذه حتى نادته، فأقبل عليها وقال: إنني جائع. فألقت إليه لقمة فالتهمها، ثم سقط على الأرض وهو يرتعد من شدة البرد. وبينما كانت العجوز تفكر فيما تفعل لذلك التائه المسكين، جاءت السيدة المحسنة لزيارتها، وأبصرت جو على حاله هذا، فأمرت خادمها باستدعاء الحوذي، وكلفته أن يحمله إلى مركبتها وينطلق إلى المنزل بعد أن يعرج على طبيبها الخاص ليسعف المسكين بالعلاج. فأسعفه الطبيب، ثم أخذ إلى قصر تلك السيدة الكريمة. فتح جو عينيه فألفى نفسه ينام على فراش وثير في حجرة مضاءة، وإلى جواره وعاء مملوء بالحساء، فحسب نفسه في حلم، فجس أعضاءه حتى اقتنع بأنه في حقيقة لا في خيال ولا حلم، فتجرع الحساء عن آخره، ثم أدرك أنه لن يستطيع البقاء في ذلك الجو الذي لم يخلق لمثله، فغادر الفراش وانطلق يعدو إلى الشارع، ولم يدري ما حل به،
غير أنه وجد نفسه بعد أيام في إحدى المصحات يعالج من حمى شديدة أصابته في الأمعاء وكادت تقضي عليه. وقبل أن يتم برؤه لفظه المستشفى، فاحتضنته الشوارع يذرعها كما كان يفعل من قبل. وأبصر به طبيب سائر في الطريق وأدرك أنه مريض، فأقبل عليه وجس نبضه، ثم مد إليه يده ليتوكأ عليها، وطلب منه أن يتبعه إلى داره، وهناك أمر خادمه أن يهيئ الحمام لذلك المسكين ليغتسل، ويعد له ثيابا نظيفة، ففعل، وبات جو ليلته هادئا مستريحا. وبعد أيام، كان الطبيب جالسا بالقرب من سرير جو، فقام هذا من فراشه وهو في شدة المرض، وحاول مغادرة الفراش، فقال له الطبيب: ابق في مكانك، ماذا تريد؟ فقال جو: إنني أريد الذهاب إلى المقبر، إنني أريد اللحاق بصديق الذي جمعتني به أواصر المحبة والوفاء، إنني أتوق لرؤيته وأريد أن أنام بجواره، لقد مضى على فراقنا أمد طويل وكان من الواجب ألا نفترق، لقد استراح وخلفني لأشقى، إنني أعيش هنا وحيدة وهو يعيش هناك وحيدة، فيجب أن نجتمع ليستأنس كل منا بصاحبه. فقال الطبيب لجو: نم وستكون إلى جواره في الوقت الملائم. فقال له: أتعدني بدفني معه؟ فقال الطبيب: لك علي هذا. فقال جو: سيدي، هناك بقعة ظاهرة من الأرض اعتدت أن أنظفها وأنثر الرياحين فوق أرضها وأروي جدثها بدموعي. آه، إن الدنيا مظلمة في عيني، أين النور؟ أين هو؟ الطبيب: إن النور آت سريعا. ثم ساد الصمت وخيبت على المكان الرهبة والسكون. ثم قال الطبيب لجو: جو، جو، كيف أنت أيها المسكين؟ فقال جو: إنني هنا أسمعك. الطبيب: أتستطيع أن تردد ما أقول؟ جو: نعم، نعم، إنني وسط الظلام الدامس أحس عطفك وأدرك رعايتك. الطبيب: قل الله. جو: نعم، نعم، الله القادر على كل شيء يا سيدي. الطبيب: الله مالك السماوات والأرض. جو: الله مالك السماوات والأرض، أين النور يا سيدي؟ الطبيب: النور قريب جدا والبقاء لله. أمسك الطبيب عن الكلام وصمت جو إلى الأبد. لقد أسبغ عليه النور نعيمة، لقد انتقل من عالم الشرور والآثام، لقد ودع تلك الحياة الفانية وهو يفكر في رحمة ربه التي وسعت كل شيء، وفي ذلك الصديق المخلص الذي سيلقاه عما قريب، وفي هذا الطبيب الذي لم يشأ أن يتركه ليودع العالم وهو حاقد ناقم على جميع بنيه.